احنا هنطير ال هنطير الحمام ده كده تمام. تفتح له ايه؟ تفتح له، يلا افتح له سيبه يا ابني، افتح له سيبه. بس هو عايز عايزهم يروحوا كلهم مع بعض. ده طبعا فرد معظم خالص فمش عارف يطير، فلقيناه في الشارع فقفشناه. بس قولك الفرد ده يبقى ليه يعني ده؟ كده كده انا هديله اصلا عشان انا يعني مش محتاج حمام، فهنديله فرد. يلا حلال عليه، هو استرالي طالع عين امه بس حلو عايش منطوف اصلا وباين عليه زغلول ومتمرمط خالص ومقشي في بصه. يا معلم ما تجيبه طير معاك. ايه؟ جيبه طير معاك، دخل دي كده. استنى في تاني؟ يلا قوم يا جماعة. عمالة تقول الناس الاوتوبيسات عمالين يقولوا السيدة عايشة عشان نركب معاهم. يلا ايوه، واحد اتنين يلا اهو. الريش ده غلف عينه يا جماعة. بص في تلاتة لفوا، تلاتة لفوا اهو، واحدة ركنة. في التلاتة لفوا اللي هما الأساسيين أصلا. مين اللي ركنت؟ الجمعية؟ الاسترالي الخليجي. الاسترالي الخليجي؟ مش متعودة لسه اهي. خلاص كده التانيين روحوا. اهي التاني راح هتروح اهي. لا التانية دي ركنت. بتعلي بس المكان وبعد كده هتعلي، هتعلي واحدة واحدة. خلاص كده هما يرجعوا برضه، هنقول لكم ان هما رجعوا. يلا سلام. بصوا يا جماعه الزغلول اللي احنا لقيناه اهو معدم وطلع عين امه. بودي هيطيره. يلا يا بودي اصلا. يلا هوي الزغلول بيقع، الزغلول وقع على بطنه مات. يا عيني يا ابني، يا عيني يا ابني. وريني كده ادري. لا ده كده مش هيطير خالص، ده كده مفيش اي حاجة. خلاص كده ربنا يرحمه. هو فكر اخده عالج. تعالجه؟ تعالى اخد رمية كده. خلاص لو كده بقى اديلي الكلاب. لو كده اديلي الكلاب. لا يلا هو يعني يا ابني. مات. مات. يا ابني ما تحذفوش تاني. خلاص كده مات. كده مات خلاص يا جماعه ربنا يرحمه. بس مش عارفين ليه بقى مات. كده بقى نوديه لاي كلب. تعالى وديه لاي كلب كده. بنحاول نموت خلاص. ده كان صاحبه ما بيهتمش بيه خالص. تلاقيه صاحبه ده تلاقيه ما بيعرفش يربي حمام. تعالى نوديه للكلاب. تعالى تعالى يا جماعه نوديه للكلاب ونشوف الكلاب هيعملوا ايه. يلا بينا نروح عند الكلاب. وبس يا جماعه احنا طلعنا من هنا والحمام لقيناه جه من هنا. ما شاء الله يا جماعه متعودين على المكان زي اسمهم تمام. الحمام رجع طبعا. انتوا لو عايزين برضو ايه، هو طبعا يعني اكتر حاجه يعني ما بيعرفش ينش فيها من الشارع ان هو بيمسكهم ويحدفهم لفوق. ده حاجه غلط طبعا، المفروض يفتح لهم الباب هم يطلعوا لوحدهم صح. لكن هو بيقول لك انا بحبهم يطلعوا كلهم مره واحده مع بعض. فيعني انا عايز اخد رايكم برضو في التعليقات، يعني الاحسن ايه؟ انا بقول الاحسن يفتح لهم الباب ويطلعوا واحد واحد احسن ما يطلعوا ايه المجموعه مع بعض صح ولا ايه؟ نفتح برضو نبص على الحمام. طبعا يا جماعه القبلق بقى بيحضن حلو وياكل زغلله حلو، فبعد كده هنسيب البيض بتاعه تحته تمام، ياكل بقى هو ويطلع هو ومع نفسه. اهو في ال طبعا هو كانوا أربعة، في فردية لسه ما رجعتش اللي هي شبيهة للجمعية دي لسه ما رجعتش. طبعا هي مش واخدة على المكان لسه، أول مرة تطير. وهو أصلا يعني على قده برضه في الحمام عشان خاطر هو لو أول مرة حمامة تطلع ما ينفعش يطلعها في الشارع على طول كده، لا لازم تقعد عنده بتاع شهر طيران ترجع وتيجي، حتى على الأقل أسبوع تروح وتيجي وبعد كده يفكر ينمى من الشارع. لكن هو يعني إيه بصراحة دماغه على قده فما كانش ينفع يعمل كده تمام. ولو انتوا عايزين فيديوهات يعني فيديوهات على مزاجكم، متابعة سلاكة نشي الحمام، عايزين يبقى نشي الحمام،
الساعة 7 الصبح. أيوة الساعة 7 الصبح اللي هو زي دلوقتي، نفتح لهم بقى بس قبل ما ياكلوا. تمام، ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وبس. سلام، حط لي رأيك في تعليق، عايزين نشوف رأيك. سلام.